من ضمن الأقسام هو قسم وقاية النبات. القسم ده من أساسيات الكلية، بمعنى إن مفيش وقاية وحماية للنبات يبقى مفيش نبات. القسم مش بياخد من تقدير مرتفع، بالعكس تقدير متوسط، واللي بيدخله في الغالب عشان حابب المجال. قسم موجود تقريبا في كل الجامعات اللي فيها زراعة، وبتختلف المسمى. الدراسة في القسم مضمون إنك تدرس فيه كل حاجة بتأثر على النباتات وبتأثر على إنتاجها، وبتحاول إنك تحمي النبات منها وتعمل لها وقاية أو مكافحة لو كانت ضارة. الحاجات المفيدة لو سواء للنبات أو لها مردود اقتصادي زي النحل وديدان الحرير، بتدرس إزاي تزيد إنتاجيتها وتربيتها. التخصصات الموجودة في القسم، القسم له 2 تخصص في سنة رابعة، إما وقاية نبات أو أمراض نبات، و4 مجالات هتدرسهم بشكل عام في سنة تانية أو تالتة حسب موعد التخصص عندك. أول حاجة الحشرات، وده بتدرس فيه كل ما يتعلق عن الحشرات من أول دورة حياتها ووضعها التقسيمي وأماكن تواجدها وانتشارها وشكلها وتركيب كل عضو فيها بالتفصيل الممل لغاية ما تعرف انتشارها وضررها أو نفعها وطريقة مكافحتها. تاني حاجة المبيدات، وده بتدرس فيه عن ايه هي المبيدات وايه انواعها وتقسيماتها وتأثيراتها المختلفة على الحشرات وعلى الانسان وعلى كل جزء في البيئة، وازاي تعمل لها تحليل وتعرف متبقياتها وتقدرها. تالت حاجة امراض النبات، وده بتدرس فيه كل حاجة بتصيب النباتات بس من عالم الكائنات الدقيقة، الفطريات والبكتيريا والفيروسات والمايكوبلازما والفيرويد، بتعرف ايه الحاجات دي بالتفصيل. رابع حاجة الحيوان الزراعي، وبتدرس فيه الحيوانات او ما يتبع هذه المملكة سواء اكروسات او نيماتودا او قوارض او ديدان. ايه هي مجالات العمل؟ اي قسم واي مجال في الدنيا ليه شغل، بس قبل ما تسأل على الشغل اسأل نفسك عندك المهارة ايه وازاي توظفها صح وتطورها وتثبت نفسك، عشان انت اللي تطلب مش تطلب، مش تطلب انت الشغل، انت اللي تطلب. معنى اخر، مفيش قسم ملوش شغل، ومفيش قسم هتتخرج منه تلاقي الشغل مستنيك. انت لازم تشتغل على نفسك، يعني احضر دورات وتدريبات وجرب مشاريع وافكار وروح زيارات ومعارض عشان تزود خبرتك، وكل مجتهد نصيب. المجال مفتوح، شركات المبيدات كمهندس جوده، مزارع بانواعها، كمهندس مكافحه، الحجر الزراعي في المطار، مراكز البحثيه، المناحل، شركات مكافحه الافات المنزليه، وتربيه ديدان حرير. تعمل مشروع كبير بيها وقول يا رب وربنا يكتب لكم اللي فيه الخير. اكتبوا لنا في التعليقات لو حد كان دخل هذا التخصص، وبالتوفيق.